محافظ السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندي موضوع إنساني يطالب أهل الدور ومعرفهم وهم معتقلين الدور. معالي الوزير، 390 معتقل من أهالي الدور لم أعرف مصيرهم. مغيبين أي نعم، لا بس هم معتقلين وأنا عندي شهود على اعتقالهم. سيادة المحافظ إذا تسمح لي، لأن هذا موضوع إنساني أهم من الخدمات وأهم من المجال، لأن هاي أرواح ناس، ما هي ممتلكات ولا حقوقها. هذول ناس أصحاب عوائل قلت نساءهم وأطفالهم، ويسألوني ويسألوك من تجي لقضاء الدور، شفت النساء وتجمعات القائمة المقامية، وكل يوم يقول لك وين راحوا أبنائنا؟ وين راحوا زلمنا؟ يعني فهذا موضوع إنساني، أرجو أن يوصل لدولة رئيس الوزراء، وأرجو أن يسن بحال سلبي أو إيجابي. إيجابي يقولوا يا هذول ما تروح شهادتنا اليوم وقتكم، طلعوا لي شهادة وفاة حتى يعطون حقوقهم. أما هذا السكوت يعني شنو أهل الدور؟ يعني أكو غبن لأهل الدور وصل حده. حقيقة أهل المعتقلين بدل ما جون 20 مرة يطلعون متظاهرين، قلت لهم إخوان حتى تكون عندي الشجاعة الكافية وأحمل صفة الرجولة، قلت لهم ما تطلعوا المظاهرات راح يكون عليكم بحثية وصدامية، أنتوا أهل الدور فابعدوا وسكتوا حافظوا على المتبقي. فيا معالي الوزير الله يخليك، النساء والأطفال استلمهم الشيخ كامل الأشرف عضو مجلس محافظة من عمليات سامراء، والشباب والزلم اخذوهم قوات الحشد. فحس من احكي والله مغيبين، لا اخوان ما مغيبين، الجهه الاخدات المعروفه والنساء موجودين يشهدون بهذا الكلام، والشيخ كامل الاشرف ايضا. فعرضوا معالي الوزير ان توصل صوتي لدوله رئيس الوزراء والحكومه العراقيه، اخي سلمي قولوا هذول ماتوا والجهة الفلانية موتتهم واعتقوهم، ايش تحتقوهم؟